الراديو 90-90 هواها مصر. كان يا مكان وفي الختام كان يا مكان. كان هناك ثلاثة من المكفوفين دخلوا غرفة ووضع لهم فيها فيل، وطلب منهم أن يكتشفوا ما هذا الشيء وما هذا الكائن ويقوموا بوصفه. بدأوا في تحسس هذا الكائن، وخرج كل منهم ليبدأ في وصفه. فقال الأول: إن الفيل هو أربعة عمدان على الأرض. وقال الثاني: إنه يشبه الثعبان. وقال الثالث: إنه يشبه المكرسة. وحينما وجدوا أنهم مختلفون بدأوا في الشجار، وتمسك كل منهم برأيه، وراحوا يتجادلون ويختلفون، وهذا يقول إن ملمسه خشن، والآخر يقول إنه قوي وصامد، وكل منهم يقول رأي ويجادل من أجل الحفاظ على رأيه. وبدأ كل منهم يدعي ويتهم أن الآخر هو الكاذب والمدعي. بالتأكيد أنك قد لاحظت أن من الكلام أن الأول قد أمسك بأرجل الفيل حينما قال هو أربعة عمدان على الأرض، والثاني قد أمسك بخرطومه حينما قال إنه يشبه الثعبان الطويل، وأما الثالث فقد أمسك بالذيل. كل منهم كان يعتمد على برمجته وتجاربه السابقة فيما أدرك من بعض الجمادات أو الحيوانات الأخرى، لكن هل التفت منهم إلى تجربة الآخر؟ هل التفت منهم إلى الآخر ربما يكون يوما ما على صواب؟ هل كان أحدهم يكذب؟ كلا، وألف كلا. من الطريف أن الكثيرين منا كمبصرين أو مكفوفين أو غيره لا يستوعبون أبدا فكرة أن للحقيقة الواحدة أكثر من وجه. ليس شرطا أنك تكون على صواب وأنا خطأ، فمن المحتمل كثيرا جدا جدا أن يكون كلانا على صواب، ولكننا لا نرى وجهة نظر بعضنا بعضا. إن لم تكن معي فأنت ضدي، وهذا هو المبدأ الذي يسر عليه الجميع. لا نستوعب أبدا فكرة أن ما تراه أنت صحيح وتراه وتدركه بأنك على صواب ربما أكون أيضا أراه، ولكن بشكلي أنا وبرؤيتي أنا. لا تعتمد أبدا على نظرتك الوحدوية للأمور، استفد من آراء الناس، لأن كل منهم يرى ما لا تراه، وبرؤيتك وبرؤيتي وبرؤيته وبرؤيتها تتضح الأمور وتكتمل دوما الصورة. يقولون كان هناك طفل يساعد والده في حمل الفواكه التي اشتراها، وأصر على حمل البطيخة رغم أن والده حذره من وزنها الثقيل، وأثناء صعوده على السلم سقطت وانكسرت، فحزن وحاول والده التلطيف عنه وقال: ولدي إن هذه قوة الجاذبية، فالجاذبية هي أقوى منك وأقوى مني وأقوى منا جميعا. وبعد أيام تكرر الموقف وحزن الابن، ورد الأب نفس الرد: ولدي هي الجاذبية، هي أقوى منا جميعا. وتكرر الأمر لمرات ولمرات، وأصبح هذا الطفل مراهقا، وكلما حمل أو حاول أن يحمل البطيخة أو البطيخة بدأ يرتعش، وبدأت يديه تهتز، وبدأ يدرك أنه حتما ستسقط منه البطيخة في هذه اللحظة، وبالفعل تسقط، لأنه قد زرع بداخله أنها أقوى منه، وأن الجاذبية هي وحش وأقوى منه بمراحل، وأقوى من والده، وأقوى من كل من يستطيع أن يحملها. إذا كنت تربي أطفالا، أبناء، إخوات، فلتزرع فيهم حقيقة بأن عليك أن تنتصر، وعليك أن تتطور، وإذا لم تنجح مرة فعليك وحتما أن تنجح المرة التالية، وليس هناك رد دائم بأن
هناك ما هو أقوى منك فهو سينتصر عليك بدون أي خسائر. لا تزرع في ولدك أو في أخيك مبدأ الاستسلام للواقع، لأن من استسلم للواقع أصبح كحامل البطيخ. صديقي، لا يوجد من يستطع أن يوجه أفكارك، فأفكارك هي تحت سيطرتك أنت وحدك، فأنت من يتحكم في مسار حياتك بعد إرادة الله. أرجوك لا تدع مصير حياتك مثل المركب التي تتحكم فيها الرياح يمينا ويسارا وشمالا وجنوبا. كن أنت قائد هذه المركب. حياتك كالرسم التخطيطي للقلب. هل هناك رسم للقلب يظل على وتيرة واحدة؟ نعم، ولكنه في حالة واحدة هي حالة الموت. فحياتك اعلم أنها تارة ستكون مرتفعة وتارة منخفضة، ولكن ليست أبدا على وتيرة واحدة. إن الحياة لا تعطينا كل ما نحب، لكن من يحبوننا بصدق هم من يعطوننا كل الحياة. وختاما من أقوال العالم الراحل دكتور إبراهيم الفقي: من وثق بنفسه لا يحتاج إلى مدح الناس له، ومن طلب الثناء فقد دل على ارتيابه وتردده في قيمة نفسه. ابتعد عن الأشخاص الذين يحاولون التقليل من طموحك، بينما الناس العظماء هم الذين يشعرونك بأنك باستطاعتك أن تصبح واحد منهم. تاني، ابتعد عن الذين يحاولون التقليل من طموحك، واقترب من الذين من العظماء الذين يشعرونك بأنك باستطاعتك أن تكن واحدا منهم. بعض الأشخاص يبحثون عن مكان جميل، هل أنت من هؤلاء؟ من؟ بعض الأشخاص يبحثون عن مكان جميل، وهناك بعض الأشخاص يجعلون أي مكان جميل. فلتختر، هل أنت ممن يبحثون عن المكان الجميل، أم أنت إذا وضعت في مكان وبقيت فيه ولو لوهلة أصبح جميلا؟ شكرا لحسن المتابعة، نلتقي غدا إن شاء الله، وهيكون ضيفنا دكتور هشام حتاتة زي السبت اللي قبل اللي فات. هنكمل لسه كلامنا ودردشتنا، وهنتكلم بكرة إن شاء الله مع دكتور هشام في المشكلة المعتادة، اختلاف الآراء ما بين الآباء والأبناء. شكرا، رب تكون حلقة النهاردة عجبتكم، تصبحوا على ألف خير.